برعاية سامية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر صباح حفظه الله ورعاه، وبمشاركة أصحاب المعالي ضيوف دولة الكويت الأعزاء وزراء الصناعة في دول مجلس التعاون الخليجي، وبالتعاون مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية جوك، تستضيف دولة الكويت أعمال مؤتمر الصناعيين الخليجي 15 تحت شعار الاستثمار الأجنبي المباشر وأثره في الصناعات الخليجية. إنني أشارككم التطلع والاهتمام نحو تشجيع الاستثمار الأجنبي للمشاركة الخلاقة في تثبيت بنيان الاقتصاد الخليجي في وجه العواصف والتقلبات الاقتصادية. ومما لا شك فيه أن الأزمة المالية العالمية التي عصفت بالاقتصاديات الكبرى ناهيك عن تلك الاقتصاديات الضعيفة التي ليس لها موارد حقيقية قائمة على أساس تشغيلي. وبما أن سوق دول المجلس تعتبر من أكبر الأسواق الاقتصادية الحرة في منطقة الشرق الأوسط، حتى ما عليها تهيئة المناخ الاستثماري المناسب خاصة في ظل توفر المقومات اللازمة لنجاح ذلك، سواء من حيث الاستقرار السياسي والاجتماعي والازدهار الاقتصادي وكونها أكبر منطقة مصدرة للنفط والغاز في العالم. مما لا شك فيه أن دول المجلس تحقق العديد من المنافع باستقطابها لرؤوس الأموال الأجنبية، وأهمها مساهمة تلك الاستثمارات في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصادات الوطنية على مواكبة التطورات العالمية في مجال التكنولوجيا وتعزيز التنويع الاقتصادي والتحول التدريجي من الاقتصاد الاستهلاكي إلى الاقتصاد الإنتاجي. طبعاً الاستثمار الأجنبي في دول الخليج هذا عنوان طبعاً نحن تعايشنا معه حتى خلال السنوات الطويلة الماضية. أنا بحاجة أني أمد يدي مع المنظمة ومع الجميع على أساس نستفيد من بعضنا البعض ونتعامل مع بعضنا البعض، في كل جهة عندها شيء مميز فيه. لماذا لا نفكر في مجلس التعاون تحت منظومة مجلس التعاون، تحت منظومة المنظمات اللي هي تنضوي تحتها مجلس التعاون، بإنشاء مدينة علمية تقوم مهمتها في وضع ودراسة الأبحاث؟ في الختام لا يسعنا إلا نتقدم بعظيم الشكر ووافر التقدير لدولة الكويت على حسن استضافتها لهذا المؤتمر، ولصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت على رعايته الكريمة لهذا الحدث. والشكر موصول لسعادة الدكتور يوسف العلي وزير التجارة والصناعة، والأستاذ محمد فهد العجمي المدير العام للهيئة العامة للصناعة على ما لقيناه من دعم وتعاون في تنظيم هذا المؤتمر، وكذلك لجميع الجهات المنظمة
والراعية والمشاركين لمساهمتهم الفاعلة في إنجاح أعمال هذا المؤتمر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.